شلون انه العلف اغلى من الحليب قد ما حلبة البقرة قليل، يعني انه العلف انه بدنا اياه يكون ارخص من هي. لم تعد مهنة الشاب محمود التي ورثها عن والده وجده بالأمر السهل، فتربية الأبقار ورعايتها تحتاج الخبرة والمثابرة على تأمين طعامها ونظافتها. ومع إطباق النظام الحصار على حي القابون الدمشقي، يسعى محمود يوميا لتأمين العلف لمواشيه من المناطق المحررة المجاورة كالغوطة الشرقية. والله هلا من القصة للعلف ما توفي معنا القصة بشي بنوم. العلف الكيلو ب 250 عنا هون، يعني كل يوم البقرة بدها أقل شيء 10 كيلو لتحلب منيح. وهون العلف قليل عنا شوي لأنه منجيبه من مناطق محررة وصعب الفوت لهون كتير كتير. وقد ما حطيت اليوم شيء ما عم يوفي معنا. العلف عم يجي لعنا يعني هون مضروب، ما هو شغال يعني مثل العلف القديم. شوفت عينك يعني المناطق المحررة كمان بصعوبة منجيبها، ما منجيبها والله بالهيين. يتجول محمود وأمثاله في أرجاء المنطقة يوميا في محاولة منهم لبيع ما قاموا بإنتاجه من حليب الأبقار ومشتقاته، ما يساهم بتحقيق الاكتفاء النسبي من هذه السلع في الحي رغم ارتفاع أسعاره الخارجة عن إرادة المربي والمنتج. الحليب هون بالمنطقة غالي هو شوي، ما بقول لك لا، بس يعني كمان انه البقرة بدها شغل بالنهار، بدها خضير، بدها تخضرها، بدك تحط لها علف في النهار، بدك تنظف تحتها، يعني كل هاد بمصاري، ما في شيء اليوم بلاش مثل ما بقولوا. من شان هيك ارتفاع الحليب غالي كمان، بس نحن ما متوفي معنا، حكينا السبب انه في اعلاف وفي خضير ما بتوفي معنا بشيء. مثلا بدك تجيب له اجير لعنده مثلا اكثر من بقرة، بده يجيب شغيل. طيب قد ما جاب شغيل قد ايه بده يعطيه بالنهار؟ يعني الحليب هيك سعره غالي، بس كمان العلف غالي. أسباب كثيرة تحد من تربية المواشي في الأحياء المحررة، وأهمها ندرة الأبقار وارتفاع أسعارها، ليصل سعر البقرة الواحدة إلى 1,000,000 ليرة سورية على أقل تقدير، فيما يخيم الخوف لدى الأهالي من قصف يستهدف أماكن تربية مواشيهم كما حدث في أوقات سابقة وبمناطق مختلفة. عوائق كثيرة تهدد مهنة تربية المواشي، الركن الرئيسي الذي ترتكز عليه المناطق المحررة لتحقيق اكتفائها الذاتي. لأورينت نيوز، محمد معاذ، حي القابون دمشقي.